الشعوب الصغير كم يحب المياه، شجاع ونشيط كله حياة، تحيطه الألوان من كل مكان، يلعب يلعب ينجز المهام. بوبو الصغير كم يحب الصعاب، يهزم الأشرار لينقذ الأصحاب، يحب تعلم كل الأشياء، يمضي يمضي ثعبان حمراء اللون وأخرى صفراء، بعضها كالسماء زرقاء، إنها فقعة بوبو، دوري فاصول سي. بوبو الصغير كم يحب المياه، شجاع ونشيط كله حياة، تحيطه الألوان من كل مكان، يلعب يلعب ينجز المهام. ترى ما هي أهمية هذه الخريطة؟ اسألا أنفسكما. إن الخريطة تدلنا على مكان القطع المتبقية، وبما أن قطعتين أكثر قوة الآن، إذن سيكون الأمر أجمل من قبل. اذهبا الآن، فالخريطة ستدلكما على القطع. هذا أشبه بحلم. إلى اللقاء. انتبهوا إلى أنفسكم. لا أصدق كيف عادت المعلمة من الحريق سالمة. لماذا لم أصبح تنينا حقيقيا؟ لماذا؟ كل ما يلزمني هو القطع الخمس لكي أصبح تنينا حقيقيا. لا يهم، المرآة لها منافع عدة. أيتها المرآة، أيتها المرآة، أين هو بوبو؟ كم هذا غريب، كيف يعقل لسمكة أن تطير في السماء؟ أين هو البحر؟ انظري، إنه في الأسفل. رائع، سنتوجه إليه الآن. ما هذا؟ لم أرى منظرا كهذا من قبل. معك حق، إن البحر جميل جدا. ولكن ما الذي يحصل؟ ولكن لما؟ توقفنا. هناك أمر ما. ولكن ما الذي يحدث؟ ماذا؟ الخريطة تشير إلى مكان القطعة. انظر. أجل، هيا بنا خذينا إلى مكانها. فلننطلق إذن. مرحبا. هذا رائع. كيف الحال؟ أنا بوبو. فلنصبح أصدقاء. بوبو انظر، لها من سمكة. نعم، إنها ضخمة. هيا بنا لنذهب. أسرع. تبدو جميلا هكذا. بوبو ساعدني. أنا لم أرى مثلها. وأنا أيضا. إلزم الهدوء، لا نريد إخافتها. انظر إلى الأسماك، إنها جميلة جدا. هذه السمكة جميلة أيضا. هناك في البحر مخلوقات رائعة. استمتع الآن، سوف تنسيا الأمنيات. إنها جميلة جميلة.
المرأة لها منافع عدة، لكني لا أستطيع استعمالها طوال الوقت لأنها تنهك قواي وأعود إلى حالة مزرية. كم أنا ضعيف. علي أن أجد طريقة ما للإمساك ببوبو. بوبو ذهب إلى البحر مجددا. من المؤكد أن القطعة موجودة هناك، يجب أن أحصل عليها بأي ثمن. سوف نرى من هو الأقوى. لا داعي للحزن حتى وإن كان مخلبك مصابا. لقد فعلت كل هذا من أجل سيد الثعبان، إياك أن تتفوه أمامه بما جرى لي مع ذلك الغيلم. هل فهم؟ هل من أحد هنا؟ لقد تأخرت معه. دعني وشاني أيها الكركة. إذا لا تسرع. ابتعد. سيدي ها قد وصلت أولا. إنه هو من أخرني. إن كلامك لا معنى له. بوبو في البحر الآن يبحث عن قطعة جديدة. أريد شيئا واحدا منكما. نحن في الخدمة. هذه المرة لا أطلب منكما إيجاد بوبو، بل ما أريده منكما هو إيجاد وحش البحر. لي معه قصة طويلة، فنحن الثلاثة، أنا ووحش البحر والمعلمة، كنا مقربين جدا من التنين. وعندما اختفى التنين سعى كل منا لكي ينال تاج التنين حتى يصبح تنينا حقيقيا. ومن غيرك يشبه التنين؟ بالطبع أنت هو التنين. لقد قمت بخداعه كي أحصل على تاج التنين، وهذا لم يكن كافيا بالنسبة إلي. لذا أطلب منكما أن تقوما بخداعه مجددا. بماذا تفكر يا سيدي؟ منذ مدة وأنا أعرف القوة التي يتمتع بها الوحش، لذا سأقبض على بوبو بواسطته. ولكنه عدوك يا سيدي ولن يساعدك. وهل تعرف أنت أكثر من سيدي؟ لوحش البحر ولد، علينا أن نخفيه، وإذا أخفيناه نستطيع السيطرة عليه. سلاور كاركاند، اقتربا إلى هنا. الآن يمكنكما الذهاب إلى البحر. شكرا سيدي. من هناك؟ اسمع يا سلور، علينا أن نسير حسب خطة سيدي. حسنا، من هو التالي؟ من لم ينزل سأضربه. إنها تشع مجددا. من هنا. أيمكن أن تكون موجودة هنا؟ انظر ماذا وجدنا. إنها تدلنا على مكان آخر. فلنذهب ونلقي نظرة. ها قد وصلنا إلى البحر. إنه رمل البحر، كم هو كريه. انظر هناك. أرأيتهما؟ نعم إنهما هناك. الوقت مناسب للقبض عليهما. هيا مهلا. لا تتسرع. ألا تتذكر الخطأ الذي ارتكبته وما حدث معنا عندما كنا على قمة الجبل، كيف نالا منا هذان الشقيان؟ أنت محق يا كاركاند، علي أن أعترف بأنك ذكي جدا، ولولاك لافتضح أمرنا. تذكر أننا غرباء، على كل واحد منا أن ينتبه للآخر، لأن في الاتحاد قوة، وهكذا نستطيع أن نهزم الأعداء. توقف. دوني توقف عن البكاء. لا تنسى أن تجلب لي ما طلبت. رحلة موفقة.
خذ هذا. اسمع كلام أمك. هيا تعال معي. لا أريد أن أذهب، لا أريد أن أذهب، أرجوك أمي اتركيني. لا تأخذيني أمي، لا أريد أن أذهب. سأخذ استراحة، ولكن علي إقدار الطعام. أين أنت سيدي؟ سيدي أحمل إليك أخباراً سارة عن وحش البحر. تكلم هيا. وحش البحر يعيش داخل الصخرة، وعائلته تتألف من 3 أشخاص، هو وامرأته وطفله الصغير. أيها السلاور، لقد حان وقت العمل. هيا بنا وبسرعة. لا تتأخر كثيراً. أنت مستعد للسباق؟ هيا أبي، أسرع أسرع أسرع، هيا. لا تقل لي إنك خائف، سنقوم برحلة جميلة معاً. تمسك جيدا لأنني سأسرع الآن. توقف عن القفز، سوف تقع عن ظهري. هيا. هل أنت جاهز؟ أجل مستعد، فلنبدأ الآن. هذا كل ما لديك؟ ادفع بقوة أكثر وإلا ستخسر. أنا ربحت كالعادة. أبي لقد ربحت، ربحت، لقد ربحت، كم هذا رائع رائع. أخيرا أستطيع أن أخذ قيلولة. تعال. توقف. تعال إلى هنا. هيا. يبدو لي أن الخطط تسير كما هو مرسوم لها. يا كاركاند، أحضر لي الحزام بسرعة. هيا أسرعوا، قوموا بربطه الآن. سأمسك بك. إنه وحش البحر يبحث عن ولده. ولكنني سمين لا أستطيع الركض. هيا فلنذهب من هنا. أين تختبئ بني؟ هيا بسرعة. أخرج بني، يجب أن نعود إلى المنزل. بني أين أنت؟ إنه خطأي، أين ذهب بني؟
لم يكن علي أن أنام. إنه خطأي، يجب أن أعاقب نفسي. كركان، أنا خائف جدا، لا نستطيع أن نفعل شيئا. فكر بشيء يخرجنا من هنا. كيف سنخرج من هذه الورطة؟ لقد خطرت لي الآن فكرة. أيها الصغير، كيف حالك الآن؟ هل أنت بخير؟ نحن أقرباؤك. انظر إليه، يا له من صغير جميل. أنت محق؟ كم هو وسيم؟ ما رأيك أيها الصغير بأن نلعب لعبة جميلة؟ اسمع أيها الصغير، والدك في الخارج، نريد أن نمازحه وأن ندعي بأننا عائلتك. السلور سيكون أمك وأنا أباك. ما رأيك بهذه الفكرة؟ ستمازح والدك وهو سيفرح كثيرا بذلك. نعم نعم، أريد أن ألعب هذه اللعبة. حسنا، إذا وافقت على هذه الفكرة فقم بعض السلور. حسنا. إذن الأمور تسير. أين أنت بني؟ لا أستطيع العيش من دونك. إنه يوم جميل للقيام برحلة. كم أشعر بالسرور عندما نكون معا. أيها السلور، كيف حال الصغير؟ من وقت إلى آخر يداعبني ولا أستطيع أن أتمالك نفسي. هل رأيت ما بني؟ لا، نحن لم نرى صغيرك أبدا. ماذا تريد منا؟ دعنا وشأننا. هل رأيت ما بني في الجوار؟ إنه يشبهني. أنا متأسف، نحن لم نجد أي ولد هنا. كيف لأحد أن يفقد ولده؟ أنت والد غير مسؤول. لقد سمعت صوت ابني. جميع الصغار أصواتهم متشابهة. حسنا، دعني أرى ابنك الآن. أضعت ولدك؟ نحن نعرف أن هذا صعب جدا، ولكن دع عائلتي وشأنها أرجوك. أنت محق. مهلا، لا تقترب، لا تزعج عائلتي، فهذا لن يعيد إليك ولدك. وداعا. أين يكون بني؟ من لا يستطيع أن يحمي أولاده لا يستحق أن يكون والدا. أنا متأكد من أنه لن يحدث لنا ذلك. ألم تسمع أبدا أن لدى الثعبان مرآة؟ بواسطة هذه المرآة تستطيع أن تجد كل ما أضعته، وأنا استرجعت أشياء عدة بواسطتها. كم هو لطيف هذا الثعبان. أجل، أنت محق. سمعتهما يتحدثان عن الثعبان الذي لي معه تجربة سيئة. أين أنت يا بني؟ كيف أذهب إلى البيت من دونك؟ سوف أذهب الآن إلى الثعبان. لن أطلب منه المساعدة، ولكن ليس لدي حل آخر. يجب أن أجد ولدي. أنا لا أخاف، سأذهب إليه الآن. لقد خدعناه، سوف يذهب الآن إلى الثعبان. أنت ذكي جدا يا كركانت، خطتك كانت رائعة. حسنا، ولكن الفضل يعود إليك بسبب مهارتك وحسن تصرفك. فعلا أنت ذكي. شكرا لك، فنحن أصدقاء والذكاء يأتي عبر التواصل. جميع الصغار أصواتهم متشابهة، من أين أتيت بهذه الفكرة؟ أين أبي؟ أريد أبي الآن. فلنعد أدراجنا قبل أن يسمعنا الوحش ويلقي القبض علينا. حسنا يا كركند، أنت هو الأفضل. شكرا جزيلا، لقد أخجلت تواضعي، بل أنت هو الأفضل. أرجوك لا تقل ذلك، فأنا لم أرقى إلى مستواك بعد. حسنا، هيا بنا، لا تكثر الكلام. جيد، نحن متشابهان، نحن لا نختلف عن بعضنا البعض. ترى كيف تجري الأمور معهما.
أتمنى ألا يفشلا هذه المرة، أتمنى. أيها الثعبان، تعال وقابلني. لقد نجح. أخرج الآن. من هناك؟ من يزعجني بعد منتصف الليل؟ ما زلت وحشا غبيا كما أعرفك، سألقنك الآن درسا. أنا صغير صغير جدا، رغم هذا أنا قوي. أنا طموح أحب البحر ولن أستسلم للصعاب. أنا ذكي ذكي جدا، أحل كل الأحجيات. مغامراتي في البحر كثيرة، أعيشها أنا وأصدقائي.